سعاد ما حد ياخذ مكانه في بيتي. احبها احبها يا عباس احبها. سعاد هذه روحي هذه قلبي. ايش قاعد تخربط انت عباس؟ شلون اخذ واحده غيرها؟ ايش فيك؟ ما فيني شيء خلاص. اسف انا مو قصدي اضايقك. انا اسف. كسرت ظهري كسرت ظهري يا عباس. وبعدين هذه مقلبي ان صارت دريسه بكره اذا جابت نسبه كبيره ودشت الجامعه بترفع خشمها. واذا رفعت خشمها والله والله لا اكسره اكسره. حرام عليك النسيب. وبعدين انت ايش تبي فيها؟ يا اخي خلي المرأة تجاب دراستها ومستقبلها. الله يوفقها. حرام مسكينه. مسكينه؟ والله ما حد مسكين الا انت على نياتك. وبعدين تعال قل لي انت شو مسوي في اختي؟ ايش فيك قامتها؟ خليها تسأل على اخوها العود، ترى اكسر هالشيشه على راسه. لا تكفى يرحم والدك لا تسوي فيها شيء. هي موجوده موجوده حبيبتي بس مسكينه شوي مشغوله. لاهيه لاهيه لاهيه؟ عاد من زود اشغالها. قل لها تسأل على اخوها، خليها ترفع التلفون، ترى اوديها عند امها مصر. لا تكفى. لا خلها هنا يمي، انا ما اقدر على فراقها. انا احبها. خلاص بقول لها بقول لها ادق عليك وتكلمك. بس انت طول بالك. تدري شلون؟ بطلب لك خوش طلب. يا حماده يب عصير نعناع مع الليمون حق عمك عيسى وزود الليمون شويه. خليه بالشيشه ترى ذبحني. حاضر على امرك. ويب الشيشه اللي طلبتها حق عمك عيسى بسرعه بسرعه. زين عطنا 20. 20؟ النسيب يعني بصراحه يعني انت قاعد تيجي قهوتي معزز مكرم وقاعد تطلب كل طلباتك وما تدفعون فلس ببلاش. ليش بعد 20 و30 و50؟ يعني حرام. تعطيني 20 ولا شلون؟ ان شاء الله ان شاء الله. حاضر بعطيك. حاضر 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 ان شاء الله. هات اشوف. ايش حق مجابني؟ قوم روح نام يلا. خالتي شنو تستبي من الفك؟ يعني ما صدقت على الله انا عطلت. هم تبيني يعني امشي؟ ما يصير. حول ولا قوه الا بالله. يا يما انا ابيك تعدل نومتك ما تخترب. معدلها ولا تحاتي. انا خليني شوي استانس معاك. ليش تبين افتك يعني؟ ليش قاعد تسوي معاك؟ زين زين هاك عيل سمعني قصتي لانها صعبه علي وايد ومو قادره اركز فيها. سمعني سمعني ما عندك شغل سمعني. شوف شو تقول؟ ركزوا. ايه ركزوا رفاتك في الرمال. في الرمال لواء. يلا اخذ لواء لواء خالتي. يستنهض الوادي صباحا ومساء. يا سلام عليك. المساء هو الموضوع. اي يا ويحهم يا ويحهم يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي الى جيل الغد البغضاء. الله عليك. انت شنو بغضاء هذا؟ يعني بغيض. وايد حلو وايد حلو البغيض. بغيض ايه زين. اي لا صح بس عندك قطعتي بدليه شوي. بس عاد يلا ما قص بحفظتها صعبه وايد وايد صعبه الصراحه. وايد ايه. بس انت راح تسمعين راح تاخذين يعني في المارك ان شاء الله. ركزوا ركزوا رفاتك في الرمال في الرمال. نسيت حسب. يلا شنو؟ قم 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 اسمعوا ابليسكم. طارت والله طارت. ركزوا ركزوا. قاعدة؟ اي قاعدة. مش عندك؟ اقول تقدرين تدقي لي على مريوم؟ انتو بعدين معاك للحين ما شلت هالسالفة من راسك؟ خلاص بس انسى البنية. بتدقين ولا لا؟ ساعة كم الحين؟ ما ادري. عندك لابتوب؟ عندك ساعة؟ شوفي الساعة 11. هي 11 تو الناس. يلا دقي 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 خلصي. الو هلا مريم. اشوف اعطيني. الو هلا مريم. كلمتي؟ ناطره انت. ايش ناطره؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ خبل انت؟ شنو ياهل عندك؟ انا قاعد انطرج عبالك قاعد العب معاك. كلمي خلصيني. يلا روحي كلمي الحين. روحي نام. زين شوفي باكر اول ما يقعد على طول تكلمينه بالموضوع مو تنسين. يلا سلام. شنو هذا؟ شنو هذا؟
أنا مو قايل لك ألف مرة هذين الصور لا تطلعينهم. إيش فيك أنت ما تفهمين؟ كيفي مالك شغل، أنا حرة. شنو أنت حرة؟ الصور هذين تشققينهم وتقطينهم بالزبالة تحرقينهم، ما نبي نشوفهم هني بالبيت. الصور اللي عندك سو فيهم اللي أنت تبي، هالصور بيتمون عندي وما راح أقطهم، مالك شغل فيني. ماشي سيف عطني الصور، قاعد أقولك عطني الصور. إيش فيكم؟ شو الصوت هذا؟ كل واحد فيكم بغاش كبره تدرسون بالجامعه وتخالقون. اروح الدوليه ساعتين ارد عليكم ذا الحين. ايش علي ذا الحين؟ لا يبا ماكو شيء ماكو شيء. ما بسمع صوت. لا والله ادري قاعد تطالعون تلفزيون. يلا يلا طفوا طفوا قوموا درسوا قبل لا تنامون. يلا باكر عندكم امتحان. والله عاد انا درست، عاد قولي حق لطفو ما درست كلش. انت ايش تبين يا الوقوفه لطفو؟ سوالفك هذه وحركاتك تطوف على امك. اي بس ما تطوف علي انا. قومي قومي روحي درسي. ان شاء الله لو تروحين مواصله بتروحين تقدمين الامتحان يعني بتروحين. خالتي مليت من الدراسه، طقت كبدي بعدين كذي ولا كذي ما راح انجح وراح اعيد السنه مثل كل مره. افا لطوف ليش ما تتفائلين بالخير؟ ليش ما تقولين ان شاء الله انجح هالسنه؟ سمعوني يا بنات، انا ما ابي اصير قدوه لكم بس على الاقل تعلموا مني شوي. انا الدنيا بهذلتني وسوطرتني، طلاق وتطلقت ودراسة درستها على كبر، ما يأست أتمنى أني حتى أخذ شهادة الدكتوراه. شوفوني أنا قاعدة أداوم من الصبح للظهر وأرجع أروح المسائي وعقب أرجع البيت هني قايمة فيكم مع أمكم. الحمد لله كان مشيت. يا بنات لا تصلحون أغلاطكم على كبر مثلي، ترى باكر تحسفون. درسة ترى الربادة مو شيء، عيشوا أحلى أيام عمركم عيشوها، بعدين ترى اللي ما عنده شهادة ما يسوى شيء. زين خالتي كام مريم طلعت من المدرسة وقعدت في البيت، ليش ما طلع مثلها؟ أفا لطوف أنت تقولين هالحكي؟ وين طموحك؟ وين أحلامك؟ وين أول اللي تقولين أنا أتمنى أخلص الثانوية وأدش الجامعة وتخرج حالي حال بثينة؟ وين هذا كله راح؟ انتوا مو تحبونها؟ مو تبون تصيرون نفسها؟ الله كلنا ودنا نصير نفس بثينة وحدها كيوت. ودامنها حدها كيوت على قولتك صيروا نفسها. بعدين تدرون حمدوا ربكم انتوا عندكم ام وابو، عندكم ام وابو قايمين فيكم ومو مقصرين معاكم. وهذيك وعليا حتى ام ما عندها، ايش تبون اكثر من كذي؟ قولوا الحمد لله والله يطول بعمر ابوكم وامكم. ترى الشهادة حلوة. السلام عليكم وأحلى نسكافيه حقك يا أحلى خالة بالدنيا. بس قلت لكم شوي ما أعرف يعني وين هالسوالف. إن شاء الله ما عليها راح أسوي لك شيء بروفيشنال. غريبة. ها الحين بتدرسون ولا لا؟ ندرس خالتي بندرس. في عليك. يا الله يا كريم، عليك ولا على غيرك يا رب العالمين. يا الله صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والكرامة. تصدقين وتامنين بالله لا إله إلا الله إني ما ياني نوم اليوم كلش. من طلعت الفجر رحت المسجد صليت رديت البيت قلت أنام شوية أريح، كل ما غفت عيني فزيت من النوم مرة ثانية ما أدري إيش فيني. أنا حاسة فيك وأنت تفزز. ها وأنت إيش فيك وش اللي خلاك ما تنامين؟ شو أسوي يا أبو شاهين؟ قاعد أحاتي هالصبي من ساعة ما قال لي بروح الشاليه وأنا قاعد أحاتي عيني جزاها النوم. أنت إيش فيك هالشكل؟ شاليه بيروح؟ أي شاليه هذا اللي بيروح له؟ ويشاليه ربعه اللي يون الديوانية معاه قالوا بيروحون هالخميس وقالوا له تعال معانا. خير إن شاء الله
خلي يروح، ريال مو هو بياهل هذا. لا بصراحة بيني وبينك أنا أخاف عليه، حتى لو كان هو تدري فيه، هو ما يعرف يتكلم ولا ينطق ولا يسمع. بعدين أنا بصراحة أخاف عليه، أخاف يغرق بالبحر ويصير فيه شيء ويبي يصيح ما يقدر. ما أدري ما أدري أقول لك، والله أخاف يهونون عنه وبينهون عنه، ما أدري. يا بنت الحلال إيش فيك أنتي هالشكل؟ إيش حق تفاولين على الولد؟ خليه خليه يروح يستأنس، خليه يغير جو، خليه يرتاح شوية، الله يحفظه إن شاء الله، هو فطين ويعرف حق نفسه تمام. إن شاء الله الحافظ رب العالمين، الحافظ يا رب العالمين. يا رب العالمين يا الله، الله يحفظه. زين شو اسمه لي خلصت ريوقك يبي وتعالي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على أمرك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. صباح النور. هو فهد ايش هاللبس هذا؟ بتروح الامتحان كذي؟ اي ما امتحان، ايش يلبسون العيال؟ يلبسون له لبس محترم. انت ريال بتروح تواجه دكاتره تقدم امتحان، مو بتروح حق ربعك هذولا بجراند افنيوز. زين الحين ليش تغيريني؟ هذا بدل تقولي لي شد حيلك بالامتحان، الله يوفقك، كل هذا عشان دشيت المعهد؟ يا حظي، على شنو ادعي لك؟ على الامتحان اللي بتدشه مال الطب ولا الهندسه؟ كله عليك سعيد، عليك مبارك وطيران، ايش عندكم؟ وايه؟ صباح الخير. صباح النور. يلا بسم الله. عبد مستعد حق الامتحان؟ ان شاء الله. حفظت النوته؟ ايه عمي حفظت النوته والحين براجع بالسياره. كفو كفو والله. سمعي ولدكم عبقري هذا بيصير فنان كبير وتشوفين. ان شاء الله. العموم عدنان الحين موسم امتحانات، وبعدين لبني يدورون الصالونات، فلازم نلحق على امرنا ونفتح، ما يصير كذي تاخرنا. كل شيء بيصير كل شيء بيصير، والمندوب مو مقصر قاعد يخلص المعاملات، اهم شيء المكان. المكان ان شاء الله موجود وبيعجبك. زي ما قلت لي تبني اصب لك شاي ولا حليب؟ شاي بالحليب. شيء مع بعض. شد حيلك يبا ها؟ إن شاء الله. كفو كفو. يلا يلا هاكم أكلة وعشان يمدينا نروح نراجع بالطريق. يلا بسرعة هاكم. أنا بأخذها معي المدرسة. إيه خذي الصحن زين. إيه أنا بعد. يلا. حطي حطيني. هاو هذا منو نايم هني؟ هاو أحمدو هذا ليش مو نايم في داره؟ يا حليلك خالتي، هذا شكله مواصل من امس وتوه نايم. هي الفال لنا باجازه يا رب. انزين خالتي، ما يصير يخلونك تمتحنين معانا بمدرستنا؟ اشوف في حريم مسائي يمتحنون معانا، ليش انتي مو معاهم؟ هم كذي حبيبتي موزعيننا على اكثر من مدرسه. ويلا تكفون، يلا ورانا امتحانات. يلا يلا. الا تعالوا، مريم واختكم وينها؟ ما شفتها. ما ادري ما ادري. وانت ايش علمك هالحكي هذا؟ منو قال لك هالكلام؟ انت حكين، ردي على ابوك. يبا انا بروحي عرفت، ما حد قال لي شيء. وانا احب اقول لك بعد ان سالفه البيت هذا شيء يخصني انا مع عمك. الصغار ما يدخلون شغلك، ما فهمتي؟ يبا ايش فيك؟ هذا مو بيتنا احنا نفس ما هو بيتك؟ ام بلا بيتنا مثل ما هو بيت ابوي، وانا بعد ورثته منه. اي بس يبا هذا مو بيتك، هذا بيت عمي فيصل وبيت عمتي ضياء بعد. تعالي هني، انت ما تستعين على وجهك، شلون تحكي لابوك كذي؟ اي ما انا ما قلت شيء غلط، قلت الصدق، ايش فيكم؟ خليها خليها على راحتها.
وحين انت حضرتك جايبه من فير الله عشان تقولين لها كلمتين قبل اروح الدوام؟ ما في سبب تنطرين؟ انا بعرف شيء واحد، منو خاصمك على هالحكي هذا؟ بثينة بنت عمك مو كذي؟ لا يبا لا، بثينة ما لها شغل بالموضوع. عيل منو؟ تعالي خليها، تعالي وين رايحه؟ اقول لك خليها يا فاطمه. لا لا خلاص، هذه فيها شيء مو مضبوطه. خلاص يا فاطمه، انا عرفت الغمن ده عدل. يا ربي ايش فيها هالبنيه؟ صار لها مده مو مضبوطه، ما ادري ايش فيها. آمر يبا، كل اللي تبيه أنا حاضر، بس أهم شيء حقنا يرجع من عمي. يعني يرجع كلام مريمو مع أبوها ما أثر فيه؟ مريمو يبا، أنا شفت بنات أغبية، بس مثل مريمو كذيك مخها وباردة عمري ما شفت، ما تعرف يتصرف كلش. عيل خلها تولي وسوي اللي بقولك عليه ودفذه بالحرف الواحد، لا تنقص ولا تزيد. حاضر، بس شنو؟ كلها ايام تخلص الامتحانات وبيت عمك بيشغلون مع نتائج ينطرونها تطرح، راقب لي البيت عدل هالايام هذه. من تصيد وبعد يوم طالعين دش ودور لي ورقه البيت. اي بيت؟ بيت عمي شهاب. عليك نور. الورقه اللي تقول ان البيت تسجل باسم عمك شهاب دورها وياه. تبغى تسجل؟ زين شلون ادش؟ لا تقول بعد طق الطوفه. لا يا خبل، دق الجرس ودش، اكيد بيخلون الخدامه في البيت. مو معقوله بعد بياخذونها معاهم. زين يبا، بعدها مو معقوله بيطلعون من البيت كلهم بيطلعون مره واحده. اذا دشيت اكيد بلقى احد. واحد اثنين ابرك من كلهم متفاوضين بالبيت وما تقدر تسوي شيء. دش وسوي اللي تقدر عليه علشان تطلع بهالورقه ويبا. منو؟ أنا سيف. سيف؟ هلا هلا يمه. هلا خالتي. هلا والله. شلونك؟ خير الحمد لله. حي الله من يانا. الله يسلمك. الله يبارك. سلم عمرك. شلونك؟ شلون أبوك؟ خيتك؟ الحمد لله كلهم بخير. الله يسلمك. تفضل يمه حياك. لا 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 ما له داعي خالتي. إيش دعوة؟ أنت من غريب. تعال تعال على الأقل تشرب كلاس ماي ابن الحلال. تعال. لا عمي وينه؟ كنا مو هني. أيوه علي عمك طلع من الصبح راح يشوف النتائج. طلع هو العيال خبرك اليوم نتائج الثانوية. ولو تشوفه وعلي مش تطل المعجنات والكيك وحالته حاله. الله يكون بعونه والله. ان شاء الله عاد النتائج تطلع خير ان شاء الله. الله يوفقهم ان شاء الله. امين امين يا يما. الله يسمع منك. ها شنو تشرب؟ لا دام عمي مو هني انا استاذن اي لوقت. ايش دعوه عمك مو هني؟ انا هني خالتك هني. يلا قولي ايش تشرب ولا تبي بارد؟ لا لا شاي. شاي شاي ولا بارد؟ لا شاي. خلاص الحين اجيب لك. تستريح يما.
لا تخافين يا سعاد، لا تخافين، بإذن الله ناجحة. لا تحاتين يا يبا، إن شاء الله خير. يا رب يا رب يا أبو أحمد، الله يسمع منك يا رب. خالتي الله يهداك، يعني أنت قاعد تحاتين من صدقك؟ إذا اليمك نجحت أنت ما راح تنجحين، يعني مستحيل يعني. وي عطيحة من عينكم أنا؟ بعد هذا الصدق، أنت كلها مقوعة عايدة السنة، يعني شو نسوي لك والله؟ إنزين خالتي شو تسوين إذا رحتي شفتي نتيجتك وطلعتي ساقطة؟ بس هذه يلا تركي عنك هالسوالف البايخة، ما عليك منها خالتي، هذه واحدة فاصلة عن الدنيا. إن شاء الله ناجحة يا رب، ناجحة. يا رب يا حبيبي يا رب. وين خالتش دعوة داش حرب؟ سعاد لا تحاتي الله هداك يبا، إن شاء الله ناجحة. أدري عنك أنت شاطرة، ما ينخاف عليك. يا رب يا رب، أنا تحت رحمتك يا رب، يا رب تنجحني يا رب، يا رب يا حبيبي يا رب، طلبتك طلبة يا رب. سيفو سيفو، إيش فيك صاير؟ خرعتني سيفو. الو سيفو، انا هني. سيفو تكفى، مطلوب الطلب. اي احد يسال عني اليوم قول ان انا طول الوقت كنت معك. يعني تبي تكذب؟ ايش دعوه هذا؟ خف علينا يا الصريح. طول عمرك كنت تكذب، كذب اليوم بس، يعني ايش فيها؟ زين اوكي اوكي بكذب، بس بالاول اعرف شنو السبب. انا اقول لك كل شيء، بس خلاص خلصت سيارتي هنا واركب معاك ونروح اي مطعم ناكل لنا لقمه نشرب لنا شيء بارد وانتفاهم. بس على حسابك. على حسابي. يلا يلا فوق. مبروك مبروك خالتي، مبروك. هي هي واخيرا اخيرا سويتها ونجحت. ايوه مبروك مبروك. يا ابو احمد، ابو احمد فطوم تعالي، باباك حق اختك نجحت. فطوم نجحت، تعالي. ترى يمكن قاعد تصلي. خل ادورها يمه. وين اغراضي انا؟ لا ما اقدر، انا بروح ابشرها. ما اقدر. يلا 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 يمه. ماما تعبان. شنو؟ ماما تعبان. خالتي يمه، امي تعبانه. وينها يمه؟ بسم الله عليك، ايش فيك اختي؟ لا تخافين حبيبتي، ما فيني شيء، كنت بالمطبخ بس وحسيت بدوخه في راسي وطحت. وي بسم الله عليك يما، صار فيك شيء؟ لا الحمد لله بخير، لا تحاتون. الله يهداك. بس يا فاطمه الحين دكتور مو قايل لك مالك شغل بشغل البيت؟ ايش حق داش المطبخ؟ يعني احنا ما يمدينا نفتح عنك شوي الا حكيت جدينك وقعدت تحوسين فيها البيت؟
الله يهداك بس. يا ربي بعد شو اسوي يا نظيف؟ يعني ما اسوي له شاي قهوه بعد ما يصير. ضيف؟ ومنو هالضيف؟ سيف ولد اخوك. سيف هو ولد عمي؟ ليش ايش يبي؟ هذا مو من عوايدينا كلش. انت متاكده انه سيفه؟ ايه متاكده، بس الله يهداك يا ابو احمد، يعني بدخل ريال قريب بيتي. ايه متاكده سيف ولد اخوك ما غيره. انزين يما ما قالت شبي؟ والله يا يما يقول ياي يسير على ابوكم ويسلم عليه. عشته وهو من متى يدري عن ابوي؟ الحين درى عن ابوي؟ من مده ما يدري عنه، الحين توه يدري عنه؟ ما علينا، الزبده صار. سلامتك يا اختي. ما صار شيء، رحت المطبخ بسوي شاي ما حسيت بنفسي الا طحت، وتالي جابت لي ميري الغرفه. زين سيف وينه؟ مو موجود. ما ادري. بعد وينه؟ اكيد انحاش، شاف نتيجته اكيد تفشل وما يبي يوريني وجهه. طبعا انا مو راضيه عليه، واللي امه ما ترضى عليه الله ما يوفقه. المهم ايش رايك دكتور بالمكان؟ والله شوف المكان راهي واسع ما شاء الله، الله يوفقك. ها ايش رايك انت؟ والله انا اقول سعد بالله ايش عرفه دكتور سعد، ايش عرفه بهالسوالف؟ ما يعرف. المهم هني قلت ورا بسوي غرفه الفيشيال. فيشيال؟ فيشيال فيشيال. اي وهناك شوفوا تعال معي، شفت الباب هذا؟ ايه ورا على طول بحط بارتيشن وبسوي غرفه المساج. حلو حلو. مساج ايش فيشن انت؟ ايش ما قلت لي بقلبه بديكير ومانيكير وما تخربطين هذا اللي شنو فيشن؟ شفت حبيبي، عشان لما اقول لك انك ما تعرف تصدقني. صدق ان انا متخصصه في البديكير والمانيكير، ويايبين اوردرز من برا حق الاصباغ وكذي والتركي والحركات هذه، لكن لما تجي الزبونه لازم نغريها، سوي لها باكج كامل، فيشل مساج حركات. ولا شايك دكتور؟ عدل عدنان يعرف؟ لا انت اللي تعرف. يبقى لا تضيعوني بالطوشه، انت خيطي وانا البس، واللي تبينه مني يوصلك، الفلوس والرخصه الاسبوع الجاي عندك، تبين بعد؟ والله انك سبع يا حماي، هذا الحكي اللي برد الكب. عيال تدرون؟ خل اوريكم التصاميم اللي سويتها حق الريسبشن. من ضمن الاوردرز؟ يي يلا. ايش تقول ها؟ ايش عرفك ايش؟ ما تعرف. هلا والله. مفاجأة صح؟ وايد. انت ايش تسوين مع احدنا؟ جيت ادورك. وينك مختفي صار لك ايش كثر؟ من اخر مرة صورناك بالمعهد وانا ما اشوفك. شنو ما تبي تجي تاخذ صورك؟ اوه عاد تصدقين؟ كله من المعهد، ماخذ كل وقتي. انا حتى صورك بالانستغرام ما نزلتهم، ناطرتك تعطيني رايك. شنو ما تبيهم؟ اكيد ابيهم. انزين، هذا الفلاش ميموري عليه كل صورك، ان شاء الله يعجبونك، شوفهم واعطني رايك. لا اكيد بيعجبوني، انا شايف كل شغلك بالانستغرام، وايد شغلك حلو. صدق؟ انت من متى ضايفني بالانستغرام؟ ويه من اول ما تعرفنا على بعض. وما تقولي النحيس؟ كان دزيت مسج الله يهداك. يا معود انا تليفوني بكبره ما ادري عنه، اخلصك انا حتى اكونت بالتويتر ما عندي. لا عاد كلش ولا تويتر، ترى ما ارضى عليه، هذا الوحيد اللي ما استغنى عنه. عاد زين اشو نتشيت الحين ولقيتيني؟ يا بشوف بس نتاج وبطلع. صدق؟ بشر سويت؟ الحمد لله ناجح. انت بشري؟ اول شيء مبروك. انا للحين في مواد طلعوا نتائجهم ومو معاد للحين، الدكاتره شوي مغلبيننا. يلا موفقه ان شاء الله. تسلم. يلا حبيبتي توكلي على الله وحافظه الدعاء اللي علمتك اياه. اي خالتي يلا الله يسهل ان شاء الله. السلام عليكم، شلونكم يمه؟ هلا باسل، هلا حبيبتي، عسى ما شر؟ لا شر يا يمه، يا بنيتي تعبانة والله يا يمة تعبان. خير إن شاء الله. ولدي باسل يا يمة ما أدري وين راح، اختفي يا يمة مرة واحدة، نقطة ماي وشربت القاع. أخوي باسل، أبي أخوي باسل، يبوني أخوي باسل، أبي أخوي باسل. ويغبر أباع، صلوا على النبي يا جماعة، شلون يضيع ريالش كبرش عرضه وين يضيع؟ ما أدري يا يمة ما أدري وين راح، صار له شهر يا يمة ما أدري عنه، ما أدري يا يمة، ناس يقولون مسافر وناس يقولون ما يدرون وين راح، ولا ندري أعرف ولا عارف إيش أسوي يا بنيتي. إنزين سافر وين راح؟ ما أدري يا بنيتي، ناس يقولون راح مصر، وناس يقولون سافر لبنان، وناس يقولون لندن.
عشته ولندن مرة واحدة من دوار قطار بعلي لندن. إيه؟ أبي أخوي بازل، أيبوني أخوي بازل، أبي أخوي بازل. إنزين أنت سألتي ربعه؟ يمكن واحد من ربعه يدري وين راح هو فيه؟ من وين للربع يا يما؟ هذا معادي الناس كلها. يا ربي أخاف اللي في بالي صار، أخاف اللي في بالي صار يا يما. أبي أسل عسى ما شريبه صاير. أبي أخوي، أبي أخوي بازل، يما لا تبسيني يما، يما لا تبسيني. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. تستاهلين الطيب يا الغالية. حبيبتي سلم عمرك، أنت بعد صبرتي وتعبتي ونلتي. الحمد لله، بس صدقين ماني حاسة بالوناسة. ليش إنك طايحة كذي تعبانة؟ قومي يا خيتي، قومي خلنا نوديك الطبيب. يا بعد عمري يا سعاد لا تحاتين، والله ما فيني إلا العافية. الحمد لله كأخذت دواء وصرت وايد زينة، بعدين كذي ولا كذي عندي باشر مراجعة إن شاء الله. إي صدق مبروك نجاح للطوف بعد. الله يبارك في عمرك، بس على شنو عاد؟ اللي يشوف المعدل يقول، لكن الحمد لله على كل حال. اسمها أنا أخذت الشهادة، على الأقل باكر تنفعها لما تتوظف، وأحسن من أختها مريوم شهادة متوسطة. الحمد لله. الحمد لله. كان قلت لي انك بتي، على الاقل قعدت بالبيت ما طلعت. يا يشوف عمي انا شنو يعني ما يصير؟ لو سالني انا كان قلت لك اذا كان موجود ولا لا. شنو انت الحين ايش فيك؟ تسوي معي تحقيق؟ سيف ايش فيك؟ ترى انت متغير، احس تحت راسك في شيء. انا متغير؟ متغير ليش نيت بيتكم؟ إيه انت متغير. كل ما اكلمك تحقرني، قبل كنت تقول لي كل شيء، والحين حتى لما احاجيك بي 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 ما ترد علي. وين صرت؟ اكثر من كل شوي مغير صورك، مره حاط صورك ما ادري وين، مره بالنادي. انت قاعد تغير صورك لان البنات اللي عندك باللسته يشوفونك كل شوي مغير، صح؟ يلا 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 سلام يلا. سيف لا مو فاضي. ماشي تذكر احط بويه. ها انا حلمك سيفو. مريم ها ايش تبين؟ بثينه بنت عمي فيصل تبيتش ناطرتك برا. الف الف مبروك حياتي. الله يبارك فيك، عاد صدق فرحت لك وايد. بعد عمري عاد انت وينك كلها مختفيه ما نشوفك. ام بنتي من متى؟ والله انا وايد ولهانة عليك. ويا سياسه المزعجه جت وحشتيني. انت وين؟ انت اكثر والله وايد ولهانة عليكم. هذه سوالفك صح، كلها تغطين وتردين محلوه اكثر من قبل. اعترفي شو مسويه؟ ها بلشنا الاياره عاد انتوا اللي صايرين ايش حالاتكم تهبلون. الولهان يسال بس انت كبر راسك. بدت ام لسان من يقدر لها هذه الحين؟ يا بنيه كان عندي الف شغله وشغله، كافي امتحانات هالكور زين ما طلع لي منهم قرون. انزين وبشري؟ يعني الحمد لله في كم ماده عديتهم، بس في مواد للحين ما طلعوا. انزين قولي لي انت ايش سويتي؟ بتدشين جامعه؟ ينطمي لا بالمخده على وجهك. لا أنا مو قد الجامعة، أنا ليل مدرسة وفرصة سعيدة. إنزين ليش ما تدشين معهد بسنتين؟ هذا على الأقل تخرجين ويكون عندك شهادة. معهد بسنتين هذه زين منها تحمل يومين صدقك أنتي؟ يا ربي أنا ما أدري بنات عمي على منو طالعين، إيش فيكم صارين ما تحبون الدراسة؟ حتى خالتكم قاعد تكمل دراستها. إلا صدق شو صار عليها نجحت؟ الحمد لله وجبت نسبة 89%. كفو كفو قدها وقدود، باين خاف عليك. تستاهلين كل خير. تستاهل الطيب دكتور. آه قولي لي الحين شنو شعورك؟ حاسة فيه؟ والله ما أدري شو أقول لك، حاسة نفسي مو مصدقة. سعاد الحين أنت تعبتي وسويتي إنجاز كبير ووصلتي اللي تبي توصلي له، بس الحين ما أبي طموحك يوقف هني، أبيك تكملين.
اي ان شاء الله دكتور بكمل. انا قصدي تكملين برا، تجيبين شهادتك من برا. برا برا؟ اي برا برا. انت ما شاء الله نسبتك عاليه، اخذي اوراقك وروحي التعليم العالي وقدمي وطلعي ايش يقولوا لك. اي بس دكتور يصير؟ انا خريجه مسائي. خريجين مسائي ما لهم راب؟ ما ادري قوانيننا كذي تقول، تمشي على ناس وناس. يا يبا انت روحي قدمي اوراقك وخلي الباقي علي انا. ايش خسرانة؟ أكيد مو خسرانة شيء، بس بخسرك أنت وبخسر شوفة عيونك، بخسر صوتك اللي رحت ما راح أسمعه، بخسر حنانك وطيبتك واهتمامك الحلو فيني. لا، وتقول لي براكض لك بالموضوع؟ اشتاوى عليك يا حافظ، بستعيل على روحتي لهالدرجة فراقي سهل عندك؟ يا ربي متى بس؟ متى يحس يقولها؟ متى؟ شا أقول لك بعد؟ على كل الحكي اللي عندي قلته، بعد ما يصير أطلع حكي مني أنا زيادة، ما يصير. يعني شلون؟ انشقت الأرض وبلعته. يا أبو أحمد هذا وليدي، حشاشة يوفي. حشاشة يوفك إن شاء الله بيرجع لك. أهلا ترى هو ما هو ياهل البزر، إن شاء الله عليه ريال عود فاهم. فعليش بس أنت الله هداك لا تقلبينها مناحة، طولي بالك شوية وإن شاء الله ما فيه إلا العافية بيرجع لك إن شاء الله. أفعليش بس لا ما فيه إلا العافية. عيال شلون تقول سألت عنه ربعي وقالوا لك ما يدرون بأي ديرة؟ لا هما ما قالوا لي كذي، لكن عاد قالوا لي الموضوع يبي له كم يوم، يعني يومين ثلاث أربع الله يسلمك، لان شيء يكون بالمنافذ والمطارات ويعطونا خبر. بس انت عاد هم طولي بالك شويه علينا. عمي ابو احمد، عمي ابو احمد. نعم يا ابو. الله يخليك، الله يخليك. قول لي اخوي، اخوي وينه اخوي؟ اخوي يعني ما ضاع اخوي؟ اخوي اخوي موجود اخوي؟ يعني انا ما عندي احد غيره وانا اطالع الله واطالعه. لا يا يبا ان شاء الله اخوك ما في الا العافيه ان شاء الله. ان شاء الله بخير. انت تقول انا بجيب لكم الخبر ان شاء الله. امشي امشي اخذه يا يبا، اخذه اخذه يا يبا ان شاء الله. خلاص امشي خلينا نلعب. تعال 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 السلام. انا صار لي ساعه ناطره احد جيه واقول حق ابوي وين. ارتحتي الحين؟ تطمنتي عليه؟ أنا ما ارتاح ولا أتطمن ولا يهدى لي بال لما يرجع ولدي. حسبي الله على اللي قص عليه، حسبي الله على اللي قص عليه وخلاه يسافر، حسبي الله عليه. أخوك باسل موجود، أبوي كلمه. لا تحاتي زين، تعال خلنا نلعب أنا وياك. إيش فيك؟ خلاص إيش فيك؟ شعالي من وين شاريها أنت؟ لقيتها بالبيت اللي يمنا. ضايقة ولا ما أخذها؟ لا هم أعطوني إياها. إلا صدق حجية بغيت أسألك، اللي عارفه عن بسول ان حافي منتف على قد حاله فقير، من وين الفلوس عشان يسافر؟ ها فيني.
تمشي الدنيا.